السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. دخل لي من هنا كيخرج لي من هنا، غير هو قالت لي احريوده مالكي على حالك، وهذاك رضا كله عمر ذهوبات، ما تتعرفيه مرا ما تتعرفيه راجل. قلت لك انا ما نتزوجش بيه، واخا نبقى نسعى قدام الجامع. اولا دخليها سوق راسك وديها في سوق راسك، كل واحد حر في حياته، الله سبحانه وتعالى ما فكر ريوس، كل واحد يرتاح يدير اللي بغى، شغله هذا. وانا عاجبني رضا وظريف وولد الناس، وتفاهمنا معاه بزاف ديال الحوايج، وتفاهمنا بزاف الامور. يعني ما كاين علاش تقول هو حر في حياته، بغى يدير الذهب شغله هذاك، هو حر. انت مالك، انت كرهتي ديري الذهب، كذب عليكم الكذاب يقول لكم شي مره ما ارى مغربيه ما تعجبنيش الذهب وما تزوجيش به، راه ماشي راه مرا بحالك بحالو ما ديريش به. وشويه يقول شي بعضين ثاني يقولوا لي هو صغير وانت شارفه، وانتي شغلك حبيبتي نكون شارفه نكون هارفه، مادام عندي طاقه ايجابيه ونشيطه مع دماغي وحاسه براسي باقا صغير ورايا اختي، شغلك فيا مالك شغلك.